بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذات يوم سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الخضاب، لماذا لا تخضب شيبك يا أمير المؤمنين؟ حيث أن أمير المؤمنين علي عليه السلام ما كان يخضب شيبه، كان يترك محاسن بيضاء وكانت بيضاء كالثلج. فقيل له: لما لا تخضب يا أمير المؤمنين؟ قال سلام الله عليه: الخضاب زينة. يقول هذا الخضاب، واحد يغير شيبة إلى الأسود، هذا خضاب زينة. الخضاب زينة ونحن قوم في مصيبة برسول الله صلى الله عليه وآله. يقول هذا الخضاب زينة، يتزين الإنسان يغير شيبة. يقول لكن إحنا عندنا مصيبة برسول الله، فراق رسول الله، وفاة رسول الله. طيب سؤال، هذا السؤال وجه لأمير المؤمنين في أواخر حياته، لأنه شاب صلى الله عليه وسلم، يعني في ستينيات عمره في خلافته الشريف، يعني بالضبط بعد 30 سنة من رحلة رسول الله. والأمير عليه السلام يقول: نحن في عزاء، في مصيبة وفاة النبي. 30 سنة يا أمير المؤمنين وهو حزين على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حب هذا يملكه علي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتوا سامعين، هكذا حزن وهكذا حب بقى مشتعل متصاعد لهذه السنين بين رجلين كمحمد وعلي. ووالله لو مات أمير المؤمنين قبل النبي 30 سنة لحزن عليه خاتم الأنبياء كحزن علي. لماذا؟ لأنه نفسه رسول الله. وفعلا رحم الله ابن أبي الحديد يقول، ينقل عن أستاذ أبو جعفر النقيب، يقول: لو لاحظت حياة أمير المؤمنين كلها تشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل حركاته، كل سكناته، كل خطواته، في حروبه، في سلمه، في حياته، يشبه النبي الله رسول الله، ويتبع أثره، وهو القائل: كنت أتبع أثره اتباع الفصيل أثر أمه. يقول كل فصيل الناقة يتبع أمه، وين ما تروح أمه وراء، أنا أتبع رسول الله بأثره، فكنت أتبعه كاتباع الفصيل أثر أمه. كان في كل حياته يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في حرب الجمل خرج ذات يوم سلام الله عليه يصف الصفوف في حرب الجمل، فقالت عائشة في ذاك الجانب، نظرت إليه وإذا بها تقول هذه الكلمة: وسمعها الناس منها، انظروا إليه كأنه رسول الله. شوفوا وش به النبي، انظروا إليه كأنه رسول الله. لاحظوا رسول أمير المؤمنين كان مرآة للنبي في هيئته، في تصرفاته، في حركاته، في سكناته، في إخلاصه لرسول الله. يأتي إليه ابن عباس، دعي مع ابن عباس في الكوفة، فقدم له حلوى لوزينج، تسمى باللوزينج، حلوى، فمد إليها يده صلى الله عليه ثم قبضها، رجع إيده ما أكل. فقيل له: لما لا تأكل يا أمير المؤمنين هذه الحلوى؟ أحرام هي؟ قال: لا محرم، ولكني ذكرت رسول الله، لم يأكلها، ما شاف النبي، فلا أريد أن أكلها. إشي ما شاف النبي ما أريد، خلص. لاحظ هذا الحب، هذا الإخلاص، هذا الود والعاطفة تجاه النبي. كيف نفسرها الآن؟ لا شك ولا ريب، أمير المؤمنين مو إنسان عادي، أمير المؤمنين عنده عقيدة بالنبي، صحيح، مو قضية الدماء فقط، لا، لماذا هاي الدماء ما حركت أبو لهب؟ القضية مو دماء، القضية عقيدة، أمير المؤمنين عنده عقيدة. لكن لو نراجع شوية، نرجع لهاي المسألة، البيئة اللي عاشها أمير المؤمنين، التربية اللي تربها أمير المؤمنين، كان محورها رسول الله، حب النبي بين أم وأب. شلون أم؟ اللي ماتت فاطمة بنت أسد، جاء أمير المؤمنين إلى رسول الله يبكي، قال: ما بك يا علي؟ قال: ماتت أمي يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه: بل أمي أنا يا علي، أمي أنا وياك، يعني هذه أمك أمي. ودفنها عليه السلام وكفنها بقميصه صلى الله عليه وآله، وقال كلمة عجيبة في حقها:
رحمها الله برحمته، لقد كانت تطعمني وتجيع أطفالها، يعني على كسرة الخبز الباقية تؤثرني بها على صغارها. لاحظوا هذا الحب، هذا الولاء، أمير المؤمنين رضع حب رسول الله، هذه السياقات الطبيعية ظريفة. وأبوه من؟ أبو طالب، أبو طالب شيخ البطحاء، 50 سنة يناضل ويجاهد ويدافع عن رسول الله. أبو طالب هذا العظيم، هذا المظلوم، هذا الصحابي، اعتبروه صحابي يا جماعة، لماذا لا يحترم؟ هل من المعقول هذا الرجل اللي كان يفدي النبي ويقول في حقه أشعار لا تقال إلا في الملوك والعظماء، يجعلونهم البعض للأسف يضحضاح من نار يغلي منها دماغه؟ معقولة هذا البؤس، هذا الحقد على أبو طالب؟ لويش؟ لماذا الحقد على هذا الرجل العظيم؟ وأنا أقول لكم بصراحة، مشكلة أبو طالب مشكلته علي، والله لو كان ابن معاوية لصار صحابي مثل أبو سفيان، لكن لأن ولد أمير المؤمنين تشوف الغمز واللمز، بحثوا عن علي فلم يجدوا له مثلبا، فقال اللعين بن العاص إن أباه كان مشركا يريدون يلعبون منه، ألا بؤسا له وكذبا. شيخ البطحاء الذي قضى 3 سنين وهو ابن 80 سنة في شعب أبي طالب بالجوع والعطش، تدرون أبو طالب شلون مات؟ مات من الجوع، من اشتدة المرض عليه. خديجة ليش ماتت؟ بعد ب3 أيام، لأنه آثار الحصار الاقتصادي في شعب أبي طالب حاصروهم 3 سنين، رجل الشيخ ب85 سنة يحاصر بالطعام والشراب والدواء والعلاج، ما إن خرج من شعب أبي طالب مات، وبعد 3 أيام ماتت أم المؤمنين. سبب الوفاة شنو؟ هو الحصار اللي لاقوه في شعب أبي طالب. من يتحمل هذا لو لم يكن عنده عقيدة؟ يعني هل كانت نصرة أبو طالب للنبي كانت نصرة عمله وابن أخيه؟ يعني الدم حركه؟ طيب سؤال، لماذا لم يحرك الدم أبو لهب؟ ما أبو لهب أيضا عمه، ليش ما تحرك عند الدم؟ أو لا، القضية عقيدة، لماذا نستكثر على أبي طالب إيمانه بالله وبرسول الله؟ لاحظوا هذا الغل والحقد الأعمى على أمير المؤمنين، لم يجدوا له ما يشينونه، فقالوا إن أباه كان مشركا، وهذا كذب واضح صريح. ولذلك اليوم كثير من المحققين من المسلمين وسنة والشيعة، الشيعة طبعا مجمعون على ذلك، لكن للأسف كثير من بعض المسلمين يرسلونها رسائل مسلمات تكفير أبو طالب وأنه ضحضاح منا. لماذا؟ والله لقائل منحرف بعيد عن علي بن أبي طالب قال هو روى هذه الرواية أنه في ضحضاح منا، هو كذب أبو طالب الذي يقول في حق النبي ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. جعفر بن أبي طالب لا شك في الإسلام، ما السبب في دخول جعفر الإسلام؟ دعوة أبو طالب، جاء في الوادي رأى أمير رسول الله يصلي ومعه أمير المؤمنين وخلفهم خديجة، فقال لجعفر وكان معه صل جناح ابن عمك، لأن أمير واقف عن يمين أمير الرسول ويصلي وخديجة خلفه، فقال صل جناح ابن عمك، روح أوقف وراء بجانب اليسار. دخل الإسلام بدعوة وإشارة من أبو طالب. وفي رسالته إلى ملك النجاشي، النجاشي كان يعرف أبو طالب، لأن هذا الشيخ البطحاء تقريبا ملك على قريش، على الجزيرة يحترموه جلوه، يرسل إلى رسالة يطلب منه أن يحمي المسلمين الذين هاجروا إليه، يعني الهجرة للحبشة كانت برسالة من أبي طالب إلى ملك النجاشي ملك الحبشة، حمانا بد 80 مسلم هاجروا، وبعث ولده أبو جعفر معه لأن يمثل أبو طالب عند النجاشي بهذه الوجاهة بهذه العظمة، حمل الإسلام ودافع عن الإسلام وبذل كل شيء في سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله، وما كانوا يستطيعون أن ينالوا من النبي
حتى مات أبو طالب، وهذا من إجماع المسلمين. طيب سؤال، معقولة هاي التصرفات، هذا الاندفاع، هذا الحب والولاء لرسول الله لأجل الدم أو لأجل العقيدة؟ كل عائلة أبو طالب دخلوا في الإسلام في زمان النبي، في زمان أبو طالب، زوجته وأولاده وبنته وكل عائلته. إيش معنى هو يبقى مشرك؟ طيب ليش ما يمنحه؟ ما له معنى، هذا الشيء غير منطقي. ولكن هذا الحقد الأسود الأعمى على أمير المؤمنين جعلهم يقولون بهذا القول، ولذلك تريثوا رحمكم الله. لا ترسلوا الأمور هكذا إرسال المسلمات وتظلموا شيخ البطحاء مؤمن قريش أبو طالب عم رسول الله الذي يقول ألف عين لأجل عين تكرم. نعم للأسف هناك إصرار على هذه المسألة، ومعروف معروف أسباب هالشرك، لأنه كثير من الصحابة آبائهم كانوا رمز الشرك ومشركين، فقال لك خلنا نساوي بين النبي أيضا، قالوا أن أبا النبي مشرك في النار وهم أدخلوها للنار، مع أنه كانوا موحدين، ماتوا قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم، فهم على ملة إبراهيم، الفترة يسمونها الفترة هذه بين المسيح والنبي، هم على فترة ملة إبراهيم. على أساس أبو النبي بالنار؟ على أساس آمنة بالنار؟ هذا معنى الكلام. كل هذا الكلام افتراء وضرب للنبوة وهيبة الرسالة. ولأجل هذا كله نقول ما كانت نصرة أبي طالب للنبي نصرة دم، لا، وإنما نصرة عقيدة وولاء. إخواني الإسلام لما إجى ما إجى فقط بطقوس عبادية أضافها أو فرضها على الناس، لا، بل جاء بمفاهيم جديدة طورها، منها مفهوم الأخوة مثلا. قال بدل الأخوة البيولوجية جاء بالأخوة الإيمانية، المؤمن أخو المؤمن، إنما المؤمنون أخوة، أنتوا كلكم أخوة. وهكذا حصل فعلا، شوف قام يتآخى المهاجرون والأنصار، يتآخى هكذا وصل، طور مفاهيم الجار. ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سوف يورثه، الجار يرث الجار، إلى هالدرجة شكينا أنه راح يورثه. هذا الزرع أواصر الرحمة والمودة بين الناس والإخاء، وبالتالي السلم الأهلي. إذا واحد ينظر للإنسان نظرة أخ، نظرة رحمة، يتمنى له الخير، أحبب لأخيك ما تحب نفسك. كذلك في هاي الأمور النصرة الدم، نصرة الدم لا تعني شيء، هذه جاهلية، الإسلام لا يعني لها شيء ولا ينظر لها. ولكن نصرة العقيدة، نصرة الإيمان، الأخوة في الله هي اللي تحرك الدافع الحقيقي للمؤمنين. وأبو طالب من هذا الباب، هذه الدماء ما حركت أبو لهب، ورسول الله ترك أبو لهب وراح إلى سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وأبو ذر البدوي، راح هناك استثمر بهم، تركها وصار سلمان منا أهل البيت. العقيدة أدخلت سلمان الفارسي إلى جعلته من أهل البيت، والعقيدة التي هي أخرجت أبو لهب القرش الهاشمي من أهل البيت، أخرجته من أهل البيت. كذلك الحال لشيخ البطحاء مؤمن قريش عم رسول الله أبو أمير المؤمنين أبو طالب عليه السلام، العقيدة التي جعلته ينصر رسول الله ويبذل الغالي والنفيس في سبيل المبدأ، عنده مبدأ، عنده عقيدة، مو لجأ للدماء، اللي ما حركت أبو لهب ليش تحرك أبو طالب؟ لكنه للأسف بعض الناس ينظرون نظرة بائسة، نظرة متخلفة أو متعصبة. نعول على أهل الإنصاف، على أهل الأقلام المخلصة الحقيقية أن تنصف هذا العبد الصالح، كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله. كيف نقبل أنه نقول عم في ضحضاح منا الذي بذل الغالي والنفيس في سبيل الإسلام ورفعة الدين وحفظ رسول الله؟ أبو طالب تاجر مع الله، حاشا لله أن يضيع إنسان عمل له عملا ولو بكل. يقول الحديث عن الصادق عليه السلام إن الله شكر للاوي كلمته، يقول لاوي أخو يوسف
أخوة يوسف رادوا يلقوه في الجوب يقتلوه. أول مرة كان بلعهم يقتلوه، لا وقال لا تقتلوا يوسف واطرحوه في الجوب، أعطوه في مجال للحياة، أعطوه فرصة. ففعلا نجا يوسف بكلمة لاوي أنه بدل ما تقتلوه ألقوه في الجوب. حل مختار، هو وياهم مشترك وياهم بالجريمة، بس قال لا تقتلوه، خلنا نلقيه في الجوب. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن الله شكر للاوي كلمته فجعل موسى من صلبه. يقول هل الكلمة هاي اللي أنقذ بها رسول الله نبي الله يوسف، الله جعل موسى بن عمران من نسل لاوي، وخلد اسم لاوي، اللاويين جعل الأنبياء في ناس. لماذا؟ لأنه تاجر مع الله بكلمة، قال شيئا لله، هو كان مجرم، كان مشترك بالمعاملة، لكن لأن هذه الكلمة لله قالها لله، لله الله شكر عليه، فجعل موسى من صلبه. بعد 400 سنة هذا النسل كله كان أنبياء، نسل اللاويين لهم خصوصيتهم في التوراة لكلمة الله. طيب سؤال، كلمة واحدة ما ضاعت عند الله في قاموس الله، بقت وسجلت عند في الدفتر، كيف تقنعني 50 سنة مات أبو طالب وعمر النبي 50 سنة، نص قرن هو يناضل هذا الشيخ الكبير ويدافع عن رسول الله، وقال له صلى الله عليه أبنه صلى الله عليه وآله: رحمك الله يا عم، لقد ربيت صغيرا، يعني أنا صغير ربيت، وحاميت وكفلت كبيرا، وصرت لي درع وحصن حصين وأنا كبير. لحظة، هالكلمات مهمة جدا، كيف هاي تضيع مع الله؟ إذا كلمة عدلاوي الله حفظها، كيف لا يحفظ 50 سنة من التعب والأذى والجوع والخوف اللي شافه أبو طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معقولة هاي جزاته يصير في ضراح من النار؟ هذا كذب. لا، رواياتنا وشهادة العباس، يعني هذه أهل السنة والجماعة ينقلوها، وأهل السنة ينقلوها، إحنا شيعة أهل البيت من أصل البيت عندنا الأمور هاي واضحة. والغريب إخواني، تكفير أبو طالب ما كان زمان النبي يذكر، ولا زمان أمير المؤمنين، لعاب معاوية في مراسلات المؤمنين، ولا ذكر هاي القصة أن أبوك مشرك، لا، هذه طلعت بعد شهادة أمير المؤمنين. أكو فترة 4 سنين حكم بها عمرو بن العاص، من سنة 40 إلى سنة 41 حكم هذا عمرو، في هاي الفترة هاي أطلقها هذا عمرو بن العاص. عمرو بن العاص بدأت محاولة لكتابة الكتب وتأريخ يؤرخون للأحداث، فأراد أحدهم أن يوصف عليا عليه السلام أوصاف، وصف أمرني، فقال هذا اللعين: لا، هذا ما كان هيك وصفه، أبو تراب، ينقلها ابن الحديد. وبدأ يحاول أن يشوه أمير المؤمنين شكل أمير أوصاف، بعد أمير المؤمنين توفى، وأطلق هذا الحديث أن أبوه كذا، حتى في زمان ما كان هذا الموضوع، ولا لعيره معاوية عير أمير المؤمنين بهذا الشيء، لكن هذا لم يفعل ذلك. كان اللعين في صفين معاوية يقول للناس: أنكم تقاتلون رجلا عمه أبو لهب. يقول علي بن أبي طالب: عم أبو لهب هذا اللي نزل في القرآن، شاقان هذا هم أيضا أبوه في ضحضاح من النار. لا، يقول عم أبو لهب، ليش؟ لأن أبو لهب واضح بالنار، يريد يعيبه بأبي لهب أو لا يعيبه بأبو طالب. لكن هذا الحديث مجعول بعد رحلة أمينونين، جعل هذا الحديث للأسف يتلقفها بعض الإمعات، لأن أكو بعض الناس واقعا إمعة، والنبي صلى الله عليه وآله يقول: لا تكونوا إمعة، تحسنون ما يحسنه الناس وتقبحون ما يقبحه الناس. لا، أنت كن صاحب قرار، هذا الصحابي، هذه الشخصية التاريخية صحيح بهذه الصورة أو لا صورة أخرى، روح حقق، خليه يصير لك رؤية وقرار، لا تكون تحمل تعير فكرك لغيرك، لا تعير عقلك لغيرك، تخلي غيرك يفكر عنه، أنت قرر. لذلك أبو طالب ما كانت نصرته لرسول الله نصرة دم، وإنما كانت نصرة عقيدة وإيمان، معتقد برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا ترى
هاي الأتعاب 50 سنة نص قرن دفاع عن رسول الله وتربيته لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذه تروح عند الله؟ قطعا لا. اللي يحفظ كلمة من لاوي لا بد ولا ريب ولا شك ولا ريب أنه سوف يحفظ أبو طالب. من هنا نجد تاريخ الإسلام كان مع هذه السلسلة، مع هذه الأسرة الطاهرة، نسل أبو طالب، كلهم أبرار أطهار شجعان وقفوا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، نساء ورجالا نصروا رسول الله ونصروا الإسلام، وإلى الآن آل أبي طالب نعم محرومون محاربون مقتلون مشردون هنا، لعلها ظلام اعتاد عليها الصالحون من آل أبي طالب، وقديما قالوا من زاد عقله نقص حظه. أسأل الله عز وجل أن يبارك بكل منصف، ينصف شخصياتنا التاريخية وينصف الناس من نفسه. أنصف الناس من نفسك يا أخي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.